عملوا ادوار انا شخصيا لو هجوع ما اعملهاش. مثلا صبي علمه نجم كبير جدا عمل شخصيه دي في بدايه حياته وما مضطر. في فنان كبير قوي عمل ادوار ما اقدرش اعملها زي دور صبي الرقاصه اللي لو انا هشحت عمري ما هعمله. بالكلام ده هاجم محمد رمضان الفنان الكبير فاروق فلوكس اللي عمل دور صبي الرقاصه في فيلم الراقصه والسياسي مع الفنانه الكبيره نبيل عبيد. بس احمد فلوكس مسكتش على الكلام ده وطلع ورد على كلام الفنان محمد رمضان بكلام بيتريق عليه فيه. طب تعالوا نعرف فلوكس قال ايه لمحمد رمضان. انا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف. كل شوية محمد رمضان يطلع من أزمة يدخل في أزمة جديدة مع حد جديد، طبعا بسبب كلامه اللي بيستفز أسر فنانين كبار في الوسط الفني. مرة راح الفريد شوقي اللي قال عنه أنه كان بيعمل أدوار فيها ممنوعات، بس لقى الكل هجمه بكلام صعب جدا وخاصة أسرة الفنان فريد شوقي. أول فيلم عمله الأستاذ فريد شوقي كان اسمه حميدو. أيوة. ده أول بطولة مطلقة للأستاذ فريد شوقي. حميدو كان أستاذ فريد شوقي عامل تاجر مخدرات بيغلط مع الفنانة الله يرحمها هدى سلطان، ودلوقتي دخل في أزمة جديدة مع أسرة الفنان فاروق فلوكس. خرج محمد رمضان بكلام قلب الدنيا عليه مع الإعلامية نجوى إبراهيم على قناة النهار لما قال إن في فنان كبير قوي عمل أدوار يرفض يعملها حتى لو هيشحت ولو مش لاقي ياكل، زي مثلا دور صبي الرقاصة. عملوا أدوار أنا شخصيا لو هجوع ما عملهاش. مثلا صبي علمه نجم كبير جدا عمل شخصية دي في بداية حياته وما مضطر. بس كلام محمد رمضان ما جابش سيرة هو يقصد مين من الفنانين، بس ما فيش حد عمل دور صبي الرقاصة ده في السينما غير تقريبا فاروق فلوكس اللي كان في فيلم الراقصة والسياسي مع الفنانة نبيل عبيد. وده بقى اللي خلى أحمد فلوكس يطلع ويرد على محمد رمضان. أحمد فلوكس كتب على صفحته على فيسبوك وقال لمحمد رمضان: شوف يا حمادة، أنت ترفض أنك تعمل دور صبي رقاصة لأنك دايما نمبر ون، فأكيد هيبقى عينك على دور الرقاصة نفسها مش الصبي بتاعها، وانت ما شاء الله ناجح في ده جدا وبتعمله بسهولة. وقال له كمان: نمبر ون بقى يا سيدي زي بالظبط ما يكون واحد مسجل نشل، استحالة يحلم انه يكون امين شرطة، حلمه هيكون اكبر من كده بكتير، هيكون نمبر ون. وانا ابويا عمل دور صبي رقاصة لانه بيعشق التمثيل والادوار الصعبة، يمكن عشان قضيت دور صعب جدا بطريقة مميزة جدا. هو دور اصله يعني صعب ان هو فنان يعمله يعني. والحمد لله رب راجل بيحترم نفسه وبيحترم اللي بيقدمه للناس وبيحترم بلده ودمه فداء ليها، لان شعب بلده هم اللي عملوه، فلازم يقدم لهم احسن حاجه. وبحمد ربنا اكتر واكتر انه ما خلفش واحد مسجل نشل، لان المسجل هيكون اقصى طموحه انه يكون اسطوره وهيرقص برضه. وكمل احمد فلوكس وقال: وبعدين مش شرط تعمل دور صبي رقاصه، ممكن تكون نجم كبير بس اخلاقك اخلاق صبي الرقاصه وده الاخطر. مع انه والله صبي الرقاصة ولا بيقهر حد ولا بيظلم حد ولا ليه في سكك الشيوخ والدجل ولا نصاب ولا بيحكها مع الكبار، بس على الرغم من كل المشاكل اللي بيعملها محمد رمضان دي الا انه ما توقفش عن اعماله الفنية اللي بيقدمها خلال الفترة اللي جاية، واللي منها فيلم عالزيرو واللي بطلته مع الفنانة نيلي كريم ومن تأليف مدحت العدل والمخرج مندو العدل وانتاج جمال العدل. وكمان محمد رمضان هيعلن عن أغنية جديدة مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وابنه محمد عدوية وده قريب. ومؤخرا طرح محمد رمضان أغنية دوشة اللي هي كلمات وألحان فريق الباور العالي واللي حققت لغاية دلوقتي 5 مليون مشاهدة على يوتيوب في 5 أيام. واحتفل محمد رمضان بنجاح الأغنية على صفحته على فيسبوك. ويبقى هنا السؤال: لحد إمتى محمد رمضان هيعمل مشاكل مع كل الفنانين؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات.